من العلامات الصغرى للساعة تقليد الكفر. فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: فمن الناس أولئك؟ وفي رواية في الصحيحين: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد وقع معظم ما ذكر عليه الصلاة والسلام، وكذا قال النووي رحمه الله: ولا يزال التقليد مستمرا. هذا في عهد من؟ في عهد النووي وابن حجر. فما ظنكم بزماننا هذا؟ ولذا نرى الآن تشبه، ظهرت صور كثيرة من التشبه بالكفر. فيما سبق كان الناس يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم، الآن الشارب واللحية تحلقان معه. هذا من صور التشبه بهؤلاء الكفار، وهذا خطر عظيم ينبغي المسلم أن يتنبه إليه. قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج قال: والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة لهم في المعاصي دون الكفر. وهذه معجزة ظاهرة قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.